في محاضرة اليوم راح نتكلم عن الأمراض اللي بتصيب الهيموغلوبين أو اللي بيكون أساسها mutations بالهيموغلوبين. هلا هدول collectively اسمهم hemoglobinopathies. فالهيموغلوبينوباثيز هم أي disorder related للhuman hemoglobin. ممكن يكون مشكلة بالليفل الاماونت اوف هيموجلوبين، ممكن يكون بالاكتيفيتي تبع الهيموجلوبين او اتس ابيليتي تو كاري اكسجين او تو ريليس اكسجين. هلا هم ذا موست كومن جينيتيك ديزيز جروب ان ذا وورلد، 5% من الناس هم كاريرز، زائد انه 300,000 واحد بورن ايتش يير. هلا زائد انه الموربيديتي از كوايت هاي، تقريبا 3.4% من الدث اللي بصير عند الاطفال اقل من 5 سنوات هو عباره عن او it results from hemoglobinopathy. طيب فلاحظوا عندنا هون هذه ال distribution of hemoglobinopathies around the world. لاحظوا انه بتركز بافريكا، بالميدل ايست، بيوروب، زائد ساوث ايجا. يعني احنا عمالنا نتكلم على الاولد وورلد، ماشي. هلا هذول اللي هي هيموغلوبينوباثيز ممكن انه احنا نصنفهم الى ثلاث انواع. ممكن الهيموغلوبينوباثي تكون كواليتاتيف، ممكن تكون كوانتيتاتيف، او ممكن يكون شيء اسمه هيريديتري بيرسيستنس اوف فيتال هيموغلوبين. الكواليتاتيف ابنورماليتي بيسكلي هو انه عندنا مشكله بالفانكشن تبع الهيموغلوبين. احنا عندنا تقريبا فوق ال 700 variants، يعني عندنا 700 mutations اللي ممكن انها تصير بالهيموغلوبين. يعني تخيلوا احنا ممكن نتكلم على ممكن mutation يكون باي امينو اسيد موجود بالهيموغلوبين، خصوصا الفانكشنال ones اللي هم بيلفوا حوالين الهيم. ممكن يكون بالالفا، ممكن يكون بالبيتا and so on. ممكن يكون بالفيتال هيموغلوبين and so on. ممكن يكون الهيموغلوبينوباثي quantitative، يعني the hemoglobin molecule is normal, structure is normal, function is normal, لكن the amount of the alpha subunit أو beta subunit not equal. فلازم يكون عندنا stoichiometry، يعني بمعنى آخر إنه لازم يكون عندنا equal amounts of alpha and beta. لكن هدول اسمهم ثلاث، لما يكون عندنا deficiency بالamount إنه عندنا alpha أكثر من beta أو beta أكثر من alpha، أو هو الصحيح لازم أحكي إنه لما يكون عندنا ألفا أقل من بيتا أو بيتا أقل من ألفا، فهون عندنا quantitative abnormality. هذا اسمه من كلهم هذول quantitative abnormalities بالهيموجلوبين اسمهم thalassemias. ممكن يكون ألفا ثلاسيميا أو بيتا ثلاسيميا. آخر نوع اللي هو hereditary persistence of fetal hemoglobin، هو لما يكون عندنا مشكلة بالترانزيشن من الجاما للبيتا. إذا بنرجع على المحاضرة السابقة إحنا حكينا إنه في عندنا fetal hemoglobin. actually أول محاضرة حكينا على fetal hemoglobin اللي هو الجاما، وحكينا إنه خلال fetal stage راح يزيد عندنا البيتا وراح يقل عندنا الجاما slowly. حتى بعد البيرث بفترة راح يكون عندنا الجاما أكثر من البيتا، لكن هون عندنا الجاما بضله هو the predominant chain أكثر من البيتا، فعندنا إحنا الألفا 2 جاما 2 راح يضله موجود throughout adulthood. طب نتكلم أول شيء عن qualitative abnormalities. يعني احنا ما بنحكي هلا على mutations بتسبب انه deficiency بالfunction of the hemoglobin molecule. يعني the quality تبعت الهيموجلوبين مولكيول is compromised. طيب ممكن يكون mutation زي ما حكينا، يعني بكثير من الامينو اسيدز اللي بتاثر على الستركشر او الفانكشن تبع الهيموجلوبين مولكيول. ممكن يكون الميوتيشن بواحد من surface residues. Okay. The most common ones هم ال HBE، حتى the most common one هو ال HBS، sickle cell anemia، راح نتكلم عنه أول واحد. ممكن يكون mutation بال internal residues، أي واحد من internal residues
اللي ممكن انها تؤدي الى unstable hemoglobin molecule، بالتالي راح يصير في عندنا aggregation للهيموجلوبين مولكيول وبالتالي formation of Heinz bodies بنحكي عنهم بعد يعني اكم من سلايد. وبيؤدي ل life span تبعت ال red blood cell راح تكون reduced اقل من ال 120 يوم، فبيؤدي للهيموليتيك انيميا. هلا عندنا mutations stabilizing ال methemoglobin. Again ايش هو الميثيموجلوبين؟ الميثيموجلوبين هو الهيموجلوبين اللي بكون مع الاكسيدايزد ايرون مش ال reduced ايرون. هذا ال reduced ايرون معناته انه الايرون cannot bind to oxygen، يعني هذا اللي اسمه الميثيموجلوبين. بمعنى اخر انه راح يكون في inability of hemoglobin to carry oxygen وهذا راح يؤدي ل cyanosis. هاي الكونديشن اسمها سيانوسيس. ممكن يكون الميوتيشن بالالفا 1 بيتا 2 كونتاكتس او الالفا 2 بيتا 1 كونتاكتس باي ذا واي. اوكي، فممكن يكون بالالفا 1 بيتا 2 كونتاكتس اللي هي ايش؟ اللي هي مهمه جدا لعمليه البريكج اوف ذا الكتروستاتيك انتراكشنز وتحويل الترانزيشن ال R هيموجلوبين لل T هيموجلوبين and vice versa، يعني opposite is true. اوكي، فراح يكون عندنا مشكله بالاكسجين affinity in other words. هذه الكونديشن اسمها polycythemia. اوكي، فعندنا cyanosis عندنا polycythemia. اوكي، طبعا normally الهيموجلوبين molecules راح يكونوا individual molecules separate molecules، لكن what happens بحكاية لما يكون عندنا ال HBS انه during deoxygenation خصوصا deoxygenation هلا بنشوف ليش deoxygenation راح يصير في clustering للهيموجلوبين molecules. اوكي، فراح يصيروا عاملين زي كأنهم chain. طبعا this is an abnormality that leads to aggregation of the hemoglobin molecules، بيؤدي انه يتغير الستركشر حتى shape of the red blood cell راح يصير different. فبدل ما تكون having a nice concave morphology، concave يعني مقعر، بدل ما يكون عندها هذا nice concave morphology راح يصير morphology sickled، فعشان هيك اسمه sickle cell anemia. اوكي، هلا طبعا it causes hemolytic anemia لانه ال lifespan تبعت ال red blood cell راح تكون lower than the 120 days، راح تكون اقل من 20 days in this case. طيب ايش هو ال cellular effect لما يكون عندنا sickled hemoglobin؟ ال effect راح يكون انه خصوصا بال repeated cycles of oxygenation deoxygenation راح يؤدي لايش؟ راح يؤدي للclustering of the hemoglobin molecules forming a chain زي ما هو موجود عندنا هون، and that results in aggregation of the red blood cells themselves. مش بس الهيموجلوبين، لا برضو red blood cells نفسهم راح يصير لهم clustering و aggregation and that would lead to clogging the capillaries leading to damage of internal organs. طيب ايش هو سبب الكلاسترينج اوف ذا هيموجلوبين مولكيولز؟ هلا نورمالي خلينا let's illustrate الستركتشر تبع الهيموجلوبين in this way. So this is the oxy hemoglobin. لما يصير deoxygenated راح يصير في عندنا this structure right here خلينا نحكي بالبيتا 1. ماشي، هلا what happens لما يكون عندنا ال mutation deoxy hemoglobin اللي هو oxy hemoglobin S راح يكون عنده هذا ال protrusion. اوكي، this extension موجود عندنا هون بالبيتا chain الثانية. لما يصير deoxygenated شو راح يكون عندنا؟ هذا ال structure راح يضل موجود. اوكي، هذا ال extension ال protrusion راح يضل موجود، لكن برضه راح يكون عندنا الكيف هذا اللي موجود عندنا هون as well. So what that leads to هو انه the protrusion would insert itself into
the canal اللي normally المفروض انها تصير هون and that would lead to aggregation of the hemoglobin molecules. فالفالين would extend to the outside and it would insert itself into the hydrophobic pocket. Okay? هلا so that's why احنا عمالنا بنحكي على deoxygenated hemoglobin molecule. هلا في عندنا factors that can make this case worse. اللي هي لما يكون عندنا decreased oxygen pressure high altitudes, لما يكون عندنا increased pressure of CO2, لما يكون عندنا decreased pH, لما يكون عندنا increased 2-3 bisphosphoglycerate. ايش هم هدول الفاكتورز؟ هدول الفاكتورز that would shift the curve, the oxygen saturation curve to the right. يعني they favor the formation of the hemoglobin molecule in the T state, the low affinity state. عندنا كمان فاكتور اللي هو dehydration. Okay, طب ليش dehydration؟ The mechanism is not really known, but it probably has to do with abnormal concentration and levels of ions that would affect in the body and in the red blood cells that would affect ion channels. Okay? This change, the ionic content of red blood cells would also favor the formation of hemoglobin in the T state. Okay? It's still under research. هلا عندنا شغله اسمها سيكل سيل تريت. ايش يعني سيكل سيل تريت؟ هدول هم الانديفيدجوالز who are heterozygotes. They are carriers. يعني they have one good beta globin gene and they have one bad beta globin gene. So they have both HBA and HBS. Clinically these individuals are normal. لكن their cells become sickled when they are subjected to low oxygen. هلا إذا لاحظنا إحنا وين هدول ال individuals predominantly موجودين راح نشوف إنهم موجودين in Central Africa. إيه طب ليش اسمعنا يعني في عنا إحنا كتير individuals عندهم هم عندهم sickle cell trait they are heterozygous يعني بتطلع يعني بتوصل 20% من الناس. طب why is it يعني sort of like في distinct distribution لهدول ال individuals بهاي ال regions؟ لاحظوا انه في عندنا match مع مين؟ مع distribution of malaria. طيب ليش؟ لانه الملاريا لانه السيكل سيل تريت having sickle cell trait is advantageous. في ميزة انه الواحد يكون carrier. ايش هو؟ اللي هي انه الملاريا is caused by a parasite اسمها Plasmodium falciparum اللي هي هذه it requires I don't know how many days and see it probably like 60 days to mature and they mature in red blood cells. طيب why is it advantageous to have sickle cell trait in these regions? لأنه the lifespan of red blood cells is less than 40 days. معناته انه هذه الباراسايت ما راح تقدر انها تكمل اللايف سايكل تبعتها ويصير لها ماتشوريشن. فالريد بلود سيل ذات هوست هذه الباراسايت would be damaged, it would rupture. ماشي؟ So these individuals having sickle cell trait, they survive. Okay? They resist هذه وجود الباراسايت عندهم. So it is an advantage to be or to have a sickle cell trait in these regions. عشان هيك عندنا احنا selection. Okay? هذه ان شاء الله بتدرسوها later on بالجينيتكس. طيب نتكلم على disease ثاني qualitative hemoglobinopathy بهاي الحالة اسمه HBC. برضو HBC is caused by mutation برضو in the same position the sixth position of beta globin.
whereby glutamate, اللي هو the normal amino acid residue, is altered لمين؟ للايسين. بهاي الحالة البيتا جلوبين is designated as beta C. Okay. هلا هذا الهيموغلوبين HbC is less soluble than HbA, so it crystallizes with red blood cells, بتغير شكل ال red blood cells. Okay. يعني في من الأشياء that can happen اللي هي excess water loss from cells, فبتغير ال morphology of the red blood cells. لكن هلا it causes minor hemolytic disorder and individuals have يعني hardly any clinical symptoms. Okay. هلا في individuals عندهم both HBS on one gene and HBC on the other gene. يعني هدول عندهم what is known as HBSC. فعندهم beta C and beta S. Amazingly, these individuals have a mild hemolytic disorder with hardly any clinical consequences. طبعا it's clinically variable according to الشخص, the environment and so on. طب ليش يعني ليش they're not affected? Even though they have HBS, they still have HBC, which is normal. يعني overall, HBC is still efficient in binding oxygen and delivering oxygen. طيب عندنا كمان اخر qualitative condition نحكي عنها هي ال HBE. هذا ال HBE is common in Southeast Asia. يعني اللي عنده واحدة في البيت من اندونيسيا there is a good chance انه يكون عندها HBE. برضه هدول ال individuals اللي عندهم HBE they're normal. There's nothing wrong with them. Clinically there's nothing wrong with them. هلا ال HBE is different than HBS and HBC in being both quantitative and qualitative disease. شو يعني؟ معناته انه actually what happens انه ال hemoglobin E راح تكون ال quality تبعته its efficiency in delivering oxygen lower than normal. فهو عشان هيك بنحكي انه qualitative. وكمية ال HBE برضه أو كمية الهيموغلوبين اللي هو بهالحالة HBE برضه حيكون lower than normal. طب ليش؟ لأنه أنا عندي الميوتيشن بكودون 26. So it's amino acid 26. بتغير برضه الجلوتاميك أسيد. الجلوتاميت بتغير إلى لايسين. يعني زي مين؟ زي ال HBC. بس different codon, different position. هلا لإيش بيأدي هذا؟ بيأدي لشغلتين. ممكن يكون عندنا normal splicing, بتذكروا molecular biology normal splicing, okay, فراح يكون exon 2 linked مع exon 3 او exon 1 مع exon 2 normally, الامور حلوه, فراح يكون عندنا HBE. لكن هذا يعني it's not highly efficient زي ال HBA. هلا هذا الميوتيشن برضه بيؤدي ل alternative splicing. فاللي بصير انه الكودون هذا موجود ايش؟ موجود بحيث انه يصير في عندنا سبلايسنج غلط. طيب هذا السبلايسنج الغلط هذا سوري هون هذا السبلايسنج الغلط راح يؤدي ل production of an abnormal mRNA, راح يؤدي ل production of no beta globin. اوكي فعندنا احنا lower amount of hemoglobin that is produced. كثير منيح. طيب نتكلم على نوع اخر actually qualitative, ضحكت عليكم, في كمان نوع اللي هو بسموه ال HB Hammer Smith. هلا راح تشوفوا ان احنا اسماء للهيموجلوبين مولكيولز الهيموجلوبين فاريانتس اسماء مختلفه على اسم العالم اللي اكتشفه, على اسم المدينة, على اسم المنطقة إلى آخره. فعندنا إحنا HB Hammer Smith, شكله هذا الشخص اللي اكتشف هذا الهيموغلوبين فاريانت. هلا هون عندنا بال HB Hammer Smith عندنا برضه point mutation بيؤدي ل formation of unstable hemoglobin وبيؤدي ل denaturation of the globin protein.
طب البوينت الميوتيشن اللي ادى لفورميشن اوف اتش بي هامر سميث هو انه عندنا انترنال فينيل الانين. هذا الفينيل الانين اللي موجود عندنا هون صار له ميوتيشن الى سيرين. طيب ايش اهميه الفينيل الانين؟ اذا بتتذكروا احنا حكينا عن انه الهيم لازم يكون حواليه هيدروفوبيك امينو اسيدز. هذا الهيدروفوبيك باكيت اللي موجود اللي بتخبى فيها الهيم. فاحنا لما نغير الفينيل الانين لسيرين وسيرين فيه الهيدروكسيل جروب معناته غيرنا الهيدروفوبيك باكيت خليناها شويه فيها بولاريتي. اوكي هذا بيؤدي لايش؟ هذا بيؤدي انه الى instability of the heme molecule والهيم بايندينج، فالبايند الاكسجين بايندينج افينيتي برضه راح تتاثر وراح يؤدي الى سيانوسيس. نوع ثاني من الكواليتي او انواع ثانيه من الكواليتيف هيموغلوبينوباثيز ممكن تؤدي ل stabilization لل T state of hemoglobin او لل R state of hemoglobin. ماشي؟ فاللي واحد من هذا الانواع اسمه هيموغلوبين كاو تاون. هون صار عندنا ميوتيشن بهيسترين 146، تذكرينه؟ هذا اخر امينو اسيد موجود بالبيتا جلوبين تشين، هذا المسؤول عن البور افكت، هذا اللي ممكن انه يعمل تو الكتروستاتيك انتراكشنز، واحده مع اللايسين والثانيه مع الاسبارتيت within the same chain. Okay. So هذا الهيسترين it stabilizes the T state of hemoglobin. لما يتغير بحالة ال HB countdown يتغير للوسين، لوسين ما راح يكون عنده القدرة انه يعمل هاي الالكتروستاتيك انتراكشنز. ليش؟ لانه نون بولر امينو اسيد، وبالتالي الهيموجلوبين راح يكون رايح الاكوليبريم تبعه رايح towards the R state اللي هو the high affinity state. فالافينيتي increases. Is that good? Well, يعني hemoglobin binds to more oxygen, but who cares? Normally it does بالlungs. لكن لما يروح على ال peripheral tissues, it would not be able to release هذا الاكسجين. طيب في عندنا mutations اللي بتؤدي ل الاختلالات بالهيدروجين بونز والالكتروستاتيك انتراكشنز ما بين التشينز. بتتذكروا حكينا على اللي هو الريزيدوز امينو اسيد ريزيدوز بالساينس اوف انتراكشن ما بين الالفا 1 مع البيتا 2 او الالفا 2 مع البيتا 1 اللي هي مسؤوله على الالكتروستاتيك انتراكشنز. نوع من هاي الانواع هو الاتش بي كانسس. اوكي هون صار عندنا اسبارجين تغير لثريونين، فهذا الاسبارجين تغير للثريونين. طب ايش صار عندنا هون؟ ما راح يكون عندنا ستابلايزيشن للار ستيت. طيب ما راح يكون عندنا ستابلايزيشن للار ستيت، وبالتالي راح يكون الهيموجلوبين مولكيول مينلي بالتي ستيت. برضه عندنا الهيموجلوبين ياكيما اللي هو ستابلايزيشن اوف ذا R state. ليش؟ لأنه هذا الأسبارتيت اللي هو بيعمل interaction مع الهيستيدين 146 is mutated لهيستيدين، فهذا الهيستيدين ما راح يقدر يعمل electrostatic interaction مع هذا الهيستيدين، وبالتالي ما راح يكون في stabilization للT state وراح يكون الهيموجلوبين mainly بالR state. اوكي فهمنا؟ إن شاء الله. نتكلم هلا على condition لها علاقة بالaltered oxygen transport. Mainly راح نتكلم على نوع من الهيموجلوبين مولكيولز اللي اسمه ميثيموغلوبين اللي بيؤدي الى الكونديشن اسمها ميثيموغلوبينيميا. طب الميثيموغلوبين ايش هو؟ لما يكون عندنا الايرون بالفيريك ستيت مش بالفيراوس ستيت. هلا نورمالي لازم انه هو يكون بالفيراوس ستيت صح؟ لكن لما يكون بالفيريك ستيت it would not be able لانه يصير لانه يربط مع الاكسجين. طيب امتى ممكن هذه الحاله تصير؟ ممكن هاي الحاله تصير، نحكي عنها next slide ان شاء الله. لكن صار عندي oxidation of iron okay من الفيروس للفيريك، هذا هو الميثيموغلوبين. It would not be able to be reduced back to ferrous.
state. Okay. So in this case ايش راح يصير عندنا هون؟ الشخص راح يكون اللي هو الدم الازرق اللي هو basically لاحظوا انه الشفايف لونهم زرق، ما لعبتش انا بالcolors at all، ما عملناش فوتوشوب. Actually هذا normal blood، هذا هو البلود اللي فيه الميثموغلوبين. It looks يعني chocolate brown. طيب عملية ال reduction of iron it requires an enzyme known as cytochrome B5 reductase أو اسمه methemoglobin reductase enzyme. هذا الانزيم بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على وجود ال NADH. هلا الميتابوليزم تبع ال red blood cells اهم pathway هي الجلايكوليسيس. بالجلايكوليسيس صح انه بصير في production of ATP لكن برضه بصير في production of NADH. هذا ال NADH يستخدم، واحدة من استخداماته هو انه نعمل reactivation لل reductase enzyme. اوكي فال reductase enzyme لما يصير له activation بيقدر انه يعمل reduction لل iron from the ferric to the ferrous state. اوكي فكل ما عمل هو reduction كل ما لازم انه يصير له يصير مرة تانية لهذا الانزيم يصير له activation. اوكي عن طريق ال NADH. طب ايش هي الاسباب المؤديه للفورميشن اوف ميثموغلوبين؟ يعني يكون عندنا الفريكوانسي اوف هافينج ميثموغلوبين تكون هاي. ممكن يكون عندنا ميوتيشنز بالهيموغلوبين مولكيول بحيث انه سواء بالالفا او البيتا بحيث انه الهيموغلوبين would resist the reductase activity. It would it may bind to the enzyme, لكن the enzyme cannot revert iron from the ferric to the ferrous state. هذا variant للهيموغلوبين اسمه هيموغلوبين بوستن. هيموغلوبين بوستن عندنا distal histidine، إذا بتتذكروا هذا الجيت، هذا اللي بيسمح للأكسجين يدخل بس مش للمي ولا anything else. إنه يدخل it stabilizes interaction of oxygen to heme. هون صار عندنا mutation بالdistal histidine into a tyrosine. هذا التيروسين would not be able to have iron reduced من الferric to the ferrous state. عندنا نوع تاني اسمه الايواتي اللي هو عندنا البروكسيمال هيستيرين. بهاي الحاله بالالفا تشين، لاحظوا هذول الاثنين بالالفا تشين، البروكسيمال هيستيرين برضه تغيرت للتيروسين، وهذا بزيد من الفريكونسي انه الايرون يكون بالفيرك مش بالفيراوس ستيت. اوكي في ممكن يكون عندنا deficiency of the enzyme itself اللي هو reductase enzyme، وممكن يكون عندنا certain drugs that facilitate أو catalyze إنه يكون الiron بالferric state مش بالferrous، أو ممكن تكون the drinking water فيها nitrates، يعني عبارة عن chemical modification of the heme itself. طب كيف نعمل التريتمنت؟ طيب كيف ممكن نعمل التريتمنت للبيشنت عنده methemoglobinemia؟ نعطيه ميثرين بلو. هلا نورمالي حكينا انه لما يصير في عشان يصير في ريدكشن للايرون احنا بحاجه لمين؟ للريدكتيز، للانزيم ريدكتيز، رايت؟ والريدكتيز بده ايش؟ بده ان دي اتش. والان دي اتش من وين بتجيبه؟ ميتابوليزم اوف جلوكوز. فالميتابوليزم اوف جلوكوز للبيروفيت اللي هي الجلايكوليسيس بيعمل لي ان دي اتش، لان دي اتش بنقدر نعمل اكتيفيشن للانزيم، الانزيم هذا بيعمل لي ريدكشن للايرون. طب والميثرين بلو ايش بيعمل؟ باي اتسلف او اللي هو الاكتف فورم له it is able to reduce iron from the ferric to the ferrous state. هلا نفس الميثرين بلو احنا بحاجه انه نصير له reactivation، وبصير له reactivation عن طريق ال NADPH. منيح؟ وال NADPH برضه بيجي من الميتابوليزم اوف جلوكوز but that's a different pathway، تدرسوها ان شاء الله على الفصل الجاي. خلينا ننتقل على النوع الثاني من الهيموغلوبينوباثيز اللي هم الكوانتيتيف ابنورماليتيز.
هلا collectively هدول اسمهم thalassemias. الثلاسيميز باي ذا واي هم ذا موست كومن هيومن سينجل جين ديس اوردر. في العاده لازم انه يكون في ايكوال اماونت اوف الفا اند بيتا جلوبين بوليبيبتايد تشينز على اساس انه يكون في عندنا بروبر فورميشن اوف ذا هيموجلوبين مولكيول. لكن it just happens انه بصير في عندنا certain mutations اللي بتؤدي انه يكون عندنا الفا اكثر او بيتا اكثر. هلا what I want you to notice again انه لاحظوا انه كمان الثلاسيمياز they're common بالold world ماشي and they are very common by the way in Jordan as well so it's quite relevant انه احنا نتكلم عن الثلاسيميا. الثلاسيمياز we can divide them into two types اما انهم يكونوا alpha thalassemias او يكونوا beta thalassemias. With the alpha thalassemias and the underproduction of the alpha globin chains. Now notice in the alpha again is produced early on in development and continues throughout life. فالالفا بدخل بتكوين not only the embryonic but of course يعني the fetal, the adult, the other form of the hemoglobin molecule in adults as well. هلا لما يكون عندنا less alpha than beta راح يكون there is a good chance انه يصير في production لهيموجلوبين molecule that is composed of four chains of beta. يعني حيكون عندنا homo tetramers of beta or beta 4. This is also known, this form of hemoglobin is known as HbH. Okay, هلا ال HbH عنده reduced oxygen carrying capacity. And the main type of mutation is basically deletion rather than point mutations. طب ليه deletion؟ لأنه عندنا احنا four أي individual عنده four genes of alpha. فالpoint mutation may not matter much لأنه إذا صار في حد يعني point mutations مش هالقد influential in terms of activity of hemoglobin. خصوصا انه عندنا بدائل اذا واحد من الجينز صار له ميوتيشن او تنين حتى راح يكون في باك اب راح يكون لسه عندنا 50% من الهيموجلوبين او الالفا تشينز لساتهم ان جود كواليتي. فالسيفيريتي اوف ذا الفا ثلاسيميا از فاريبل ات ديبندز اون هاو ماني جينز ار ميوتيتد. ف ممكن طبعا النورمال عنده 4 جينز ممكن يكون في عندنا سنجل جين ديليشن او 2 او 3 او 4. لو كان واحد هذا بنسميه احنا سايلنت كارير this person is not affected whatsoever. لو 2 راح يكون عندنا minor symptoms okay nothing much. لو في 3 راح يكون عندنا الفورميشن اوف ذا HbH هيموجلوبين. لو أربعة that's fatal really يعني حيكون عندنا ال well it is fatal نحكي عنه كمان شوي إن شاء الله اللي هو هون. فلما يكون عندنا four of the alpha genes deleted راح يصير عندنا formation of what is known as Hb Bart اللي هو إيش اللي هو hemoglobin that is a homo tetramer of gamma لأنه ما عندنا alpha فراح يصير بس ما في إلا gamma. هلا هذا الجاما it has no oxygen carrying capacity. هلا المشكلة مش معناته انه المشكلة هي انه الهيموجلوبين cannot bind oxygen. No, on the contrary, actually it has extremely high affinity for oxygen except that it cannot release oxygen to tissues. هذه هي المشكلة. هلا هذه الكونديشن اسمها هايدروبس فيتاليس اند ات از فيتال اوكي خصوصا انه ات افكتس فيتسس وبصير عندنا ستيل بيرث او ديث شورتلي افتر بيرث اما يعني بيسيكلي ابورشن ديث اوف ذا فيتس بيفور بيرث او او ديث شورتلي افتر بيرث سو ات از ا سيريس كونديشن اوف كورس. طيب لو عندنا 3 اوف ذا 4 جينز ديليتد راح يصير عندنا
This is a condition known as hemoglobin H disease. في mild moderate hemolytic anemia راح يكون على formation of the beta 4 homo tetramer and the disease is not fatal. هلا again just like having a homo tetramer of gamma, the homo tetramer of beta برضو has high affinity for oxygen and it has no Bohr effect. It's not affected by pH. أو this variation بالconcentration of protons. So both HB part and HBH, both of them are bad oxygen carriers لأنه they do bind to oxygen لكن they do not release this oxygen. لو 2 or 1 of the genes is deleted, هذا برضو it's a thalassemia as well, alpha thalassemia, except you know, if two are deleted, it's known as alpha thalassemia trait, and people are asymptomatic. لو عنا one of the gene is deleted, then we have that's a silent carrier. The person is asymptomatic whatsoever, not affected. فعنا احنا basically different conditions. إما إنه يكونوا four normal genes. Okay, there's no phenotype, of course. ممكن واحد منهم يكون deleted. ممكن تنين يكونوا deleted على نفس الكروموزوم. ممكن واحد من كل كروموزوم. This is the thalassemia trait. Okay, mild microcytic anemia. ممكن ثلاثة يكون يصير لهم deletion. This is the HBH disease. ممكن الأربعة يكونوا deleted. This is the what is known as the alpha thalassemia major. Okay. طبعا هذا الالفا ثلاثيميا ماينر وال HBH disease is known as the alpha thalassemia intermedia. طيب البيتا ثلاثيميز عندنا deficiency in the production of the beta globin فراح يكون عندنا الالفا globin in excess. اوكي فراح يصير عندنا formation of a homo tetramer of alpha. This alpha globin homotetramer is extremely insoluble. راح يؤدي لل premature red blood cell destruction. Okay. فعنا again hemolytic anemia as well. The main type of mutation is point mutations rather than deletions, by the way. So it's different than the alpha thalassemia. طب فعندنا البيتا ثلاسيميا ميجر اللي هو a complete lack of HbA. So this is known as beta not ثلاسيميا or beta ثلاسيميا ميجر. These individuals have severe anemia, especially beginning in the first year of life, لأنه لسه during the first period after birth لسه عندنا احنا the production of the gamma subunit. لكن it gets worse with time لأنه الجاما would production of gamma is reduced وبصير عندنا increased production of beta. هلا هدول ال individuals اللي عندهم البيتا ثلاسيميا major they need blood transfusion continuous frequent خلينا frequent blood transfusion. This is problematic لأنه it leads to accumulation of iron بالorgans والiron لما يزيد بالorgans it's toxic, it can be toxic. So it affects the heart, liver, pancreas, different types of organs, and it leads to death in the teens to early 20s. في عنا البيتا ثلاسيميا ماينر بهاي الحالة انه people are heterozygous for beta thalassemia, so one of them is defective, the other one is normal. Hardly any symptoms in these individuals. They do have one good gene. عندنا برضو البيتا ثلاسيميا انترميديا which falls between the بيتا ثلاسيميا minor and major. In this case عندنا reduced production of good beta globin. So it's less than 50% of the beta globin is normal. Okay. يعني ممكن انه تنين يكون فيهم mutation ممكن واحد deletion the other one is mutated so it's less than 50%
one of them is basically an HBE and the other one is mutated or it's deleted. Okay, so this is known as beta thalassemia intermedia. Severity is variable, mild to moderate anemia, and there's also iron overload, just like beta thalassemia major. طب النوع الأخير من الهيموغلوبينوباثي هو الهيريديتري بيرسيستنس اوف فيتال هيموغلوبين. بهاي الحالة هدول الانديفيدجوالز ما راح يصير في سويتشنج انه من جاما لبيتا during development، راح يضلهم عاملين او they continue to produce the gamma globin خلال الحياة تبعتهم. ماشي، طبعا هدول الأشخاص asymptomatic وحتى ما بيعرفوا ان هم عندهم ال HbF ومش معناته انه راح يكون عندهم advantage انه ما راح يتعبوا بسرعة ولا اشي زي هيك at all، يعني there is no advantage of having the HbF. هلا لكن الساينتست الاشي يعني الحلو في هذا الموضوع انه الساينتست بيحكوا طب لحظه شويه، لو احنا عندنا ديفيشنسي بالبيتا جلوبين طب ليش ما نخلي البيرسون يعمل برودكشن للجاما؟ فعمالهم بدرسوا هم كيف بصير في ريجوليشن للبرودكشن او اكسبريشن للجاما جين. كيف عمالهم بدرسوا الترانسكريبشن فاكتورز اند سو اون على اساس انه اي حدا عنده بيتا ثلاسيميا ممكن انهم يعملوا سويتشنج للجين اكسبريشن للجاما، فهذا بعوض الخساره اللي ممكن انه تصير بسبب الميوتيشن اللي بالبيتا جلوبين جين. طب نيجي على موضوع ثاني، هلا بما انه تكلمنا على الهيموغلوبينوباثيز نتكلم على كيف ممكن نعمل دايجنوزز لابنورماليتيز بالهيموغلوبين برودكشن. اذا بتتذكروا في محاضرات المولكيولر بيولوجي تكلمنا عن تكنيك اللي هو الالكتروفوريسيس، اللي هو ايش؟ عباره عن موفمنت اوف مولكيولز ان ان الكتريكال فيلد. ماشي، فالموفمنت ممكن تكون بيس اون تشارج، ممكن تكون بيس اون سايز اند سو اون. هلا بحالة الهيموغلوبين الكتروفوريسز الموفمنت راح تكون بيس اون تشارج، بالاخص بالتشارج. ليش؟ لانه الميوتيشنز اذا بتلاحظوا بالسيكل سيل انيميا احنا تكلمنا عن ميوتيشن شللنا الجلوتاميت وحطينا بداله فالين، يعني شلنا نيجاتيف تشارج. بالنسبه لل HBC احنا برضه شلنا الجلوتاميك اسيد حطينا بداله لايسين، يعني بدل النيجاتيف تشارج حطينا بدالها بوزيتيف تشارج، فراح يصير في تشينج بالتشارج اوفرول تشارج تبعت الهيموغلوبين مولكيول. ف you can read this slide on your own. ونشوف الصور. اوكي، هذا نفس الكلام اللي انا حكيته انه راح تتغير التشارج تبع المولكيول depending on the mutation. فمثلا هون عندنا احنا هذا الجل، نطلع عليه هون البوزيتيف تشارج، هون الانود وتحت الكاثود، والمولكيول راح يمشي داونورد. اوكي، هلا ممكن we can flip it depending على ال condition اللي احنا بنستخدمها بال electrophoresis. فلين رقم واحد ولين رقم خمسة هدول اللي بيحتووا على standard hemoglobin standards، يعني ايش؟ يعني هذا solution مثلا فيه different types of hemoglobin molecules، احنا بنعرف ايش هم different types of hemoglobin molecules. فبهاي الحالة احنا عندنا ال HbA، عندنا HbF، عندنا HbS، عندنا HbC. So that's quite يعني obvious. هلا من هدول التنين ثلاثة أربعة وستة سبعة ثمانية هدول متاخدين من patients أو خلينا نحكي individuals. نطلع على رقم تنين. رقم تنين عندنا ال Hb الهيموغلوبين migrates along with HbA. فهذا الشخص ما عنده إلا هذه الباند، فهذا الشخص بنحكي إنه هو نورمال.
حلو كتير. نطلع على لين نمبر 3. احنا عندنا 2 bands، فعندنا 2 types of hemoglobin molecules اللي هم ال HbA وال HbF. اوكي، فبنعرف انه هذا الشخص هو عبارة عن نيونيت. اوكي، نورمال نيونيت. لاحظوا انه ال HbF هو اكثر شوية من ال HbA بالانتنسيتي، فعندنا كمية هيموجلوبين F اكثر من هيموجلوبين A. فا again هذا الشخص هو نيونيت، نورمال نيونيت. رقم 4، عندنا 1 band على بتم ماشي الميجريشن مع ال HBS، فهذا الشخص عنده سيكل سيل انيميا. فبوث alleles اوكي فيهم ايش؟ فيهم الميوتيشن اللي هو على position او codon number 6. نطلع على رقم 6، هذا الشخص عنده HBA وعنده كمان HBS، فهذا الشخص ايش بنعتبره؟ نعتبر انه هو عنده السيكل سيل تريت، اوكي، لانه عنده 1 نورمال جين 1 باد جين، فهو كارير هيتروزايجوس لل HBS. طب رقم 7، هذا الشخص عنده HBS وعنده كمان HBC، فهذا عنده ال HBSC ديزيز. طب سيمتوماتيك هذا الشخص not very much، يعني almost this person is normal. برضو نمبر 8، this person has sickle cell anemia. Okay. So, طب ليش ال C صار له ال HBC صار له migration towards the anode اكثر من ال anode، يعني بعد عن ال anode وقرب على الكاثود؟ لانه ال mutation غير ال negatively charged amino acid اللي هو الجلوتامate الى lysine اللي هو positively charged، فطبعا راح يكون ال migration تبعه اقرب الى الكاثود. اوكي، السيكل سيل سيكل سيل هيموجلوبين ال HBS صار له مايجريشن ابعد من الانود وشوي اقرب من الكاثود. ليش؟ لانه خسر النيجاتيف تشارج اللي عليه and so on. طيب وال HBF، ال HBF احنا تكلمنا على واحد من التشينجز اللي بتصير ب ال HBF، لكن في كمان امينو اسيدز متغيره، فهو يعني النيجاتيف شارج اللي عليه اقل من ال HBA.